في الصدر الهوى عمري أمل حمدي ووردي في الصدر الهوى عمري حزين فاهمة ان تسأل عن منو بالضبط؟ اللي قطني هالقطة وينه اللي دعمني لا يكون شرط يا دكتور. انا ابي حقي انا ابي حقي انا اندعمت وابي حقي. وينه 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 هاي؟ انت ما حد دعمك. هذا الحادث اللي صار لك نتيجة هبوط السكر عندك، فاغمى عليك وطحت قدام سيارة انسان طيب، والحمد لله رجلك ما فيها كسور. هذه ردود نتيجة الحادث، وهذا كل ما في الموضوع. انسان طيب؟ ايش قاعد تقول يا دكتور؟ ايش قاعد تقول يا دكتور؟ انت كنت تعبر الشارع عادي، ونتيجة لهبوط السكر زغللت عيونك وما قمت تشوف قدامك، واغمى عليك وطحت امام السيارة. الحمد لله كان السائق منتبه ووقف بالوقت المناسب وجابك لنا. هذا اللي صار لك بالضبط، واذا تبي رقم الرجال الطيب عشان تشكره رقمه مسجل عندنا. حظي وعارفه زين. ايه تذكرت، ابي نش كاستر حق اليهال. هذا الكاستر بعد تدل لي امري. ما شاء الله مو مخزن بقاله. اي مو بسم الله عليه ابو ورده الله يعطيه العافيه يجيب لنا روشن البيت كل شهر. ايه ما شاء الله ليش عندكم خير وحلال. بس على فكره مبارك عشان عمره طويل ان شاء الله بعد يجيب لنا، بس على التدريب يا الفقر نص الشهر يخلص. ترى انا بتغشمر معاك. اي لا ادري انت تحبين الغشمره والتغشمرين. عاد الصراحه لو مو انتي ما ادري ايش كنت اسوي مع هذا اللي ما يستحي على وجهه. انا احمد ربي اني تلاحقتك قبل لا تذبحين الصبي. بذبحها اي بذبحها. اصلا انا في حالي، هو اللي قطع علي كلام، هو ما يستحي على وجهه. انا مسكينه ماشيه في حالي لا لي ولا علي. بعدين انا سالي عن الفريج كله يعرفوني، انا مسكينه طول عمري يعرفوني امينه المسكينه، انا عمري ما اذيت نمله. المهم حطي بالك على نفسك وما لك شغل بغيرك. ان شاء الله صراحه وانتي بعد ما قصرتي زاك الله الف خير. فرش وعطيتيني الصحون البيت كامل فرشتي، ما قصرتي يا نظر عيني.
ولعافيك اقول اذا عندك دراعتين ثلاث يعني اربع خمس ست سبع دراعات. دام ضحكتي سبع دراعات قطيهم على خيتك. افا عليك ابشري، انا قلت لك انت ضيفتي لين يوصل ريلك بالسلامه وتامرين امر. هيا على عمرك طول. يا هلا حياك الله. مشكوره مشكوره يا نظر عيني، ما قصرت، بيض الله وجهك حبيب. تحياتي الله. امانه اذا احتجت اي شيء اي شيء ما يردك الا لسانك، ترى انا اختك انا بالشوفه. اكيد حبيبتي كلك خير وبركه. حبيبتي شوفك على خير ان شاء الله. حياك الله يا هلا ومرحبا. كهف ورده يا علي. هذا الضيف عندك اليوم. صالح ضيف من صدقك انت؟ هو راعي البيت، هذا بيته. يلا وين على الله شم الداش. لا يا بابا ما شغل انا. يلا يلا دير بالك، مع السلامه. يلا ما تبقى. الدنيا اللي ماشيه بالمقلوب، تقول معندتني، يقول نزل عندك السكر، وانا ماكل كيكه وعصير. ايش كثر كلتم؟ وهذا الخبل ماشي على بيض في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله امورك صارت بخير وصار فيك تغادر المستشفى. تسميدك ام الاكل وايد حلو. اكل انت ساكته. ميمة تعال شوفي ابوي ايش فيه. والله اللي يبيني يجيني. اشوف اقتنيته من عقبي. ها اثاث جديد وعيش مشبوس لحم. على ايامي كنتوا نباتيين. طول عمرنا لحميون ما تغير شيء. ايش في لك يبا؟ يدش قام باللازم، ما يبي له سؤال، واضحه. اقول قدرت تحصل شيء من ابوك؟ لا حق ولا باطل. ايه الحين باقي انت اللي تبهدليني. تعال يما تعال تعال قعدك هاد. هات يما هاك لك لحمة. صالح ايش فيك؟ ليش زعلان؟ أنا بنت عمك وما أبيك تزعل. إذا ما تقول لي أنا تقول حق منو؟ طلعت من البيت ما شفت أمي، مع أنها هي كل يوم اللي تقومني من النوم تلبسني وتشربني وتتأكد أني ركبت الباص، بس اليوم ما شفتها ما أدري ليش. مو أنت قلت كانت تعبانة بالليل؟ يمكن راحت عليها نومه وبس. وخالي ليش سحب ملفي من المدرسة؟ ما أدري، بس يمكن أبوي يعرف، أول ما يوصل أسئلة. وهذا أحلى صحن فاكهة حق عيالي الاثنين. قولي أمه إيش تبي تغدى ويانا باكر؟ ليش أنا بنام عندكم اليوم؟ وأمي مريضة، من بيقعد وياها؟ لا حبيبي، بتروح حق أمك وتقعد معاها، بس إحنا ولهنا عليك، قلنا نقعد معاك الليلة. أقول ما شايفة تعرفين صالح على خلود وخالد؟ أنا بصراحة حبيت خلود، يمكن أنت تحب خالد.
هالحكي يا مصالح. انت ادري الله يسلمك انه صالح في عيوني. صالح ما تبقى لي من ريحه المرحوم الله يرحمه قام يروح الجنه. بس قولي لي بصراحه صاير؟ يعلم الله يا ابو ورده اني اعرف معزه صالح عندك وعند اختي مرده. بس تدري احيانا في اشياء نسويها غصب عنه. يعني شو اللي صاير؟ المره تقول لك ظروفها تغيرت. بعدين انت وزوجتك في كل مناسبه وفي كل يمعه تقولون صالح مثل ولدنا، صالح مثل ولدنا. هذا هو عندكم امسكوه ولا هو كلامه خلاص؟ لا تغلط. ترى الحشيمه مو بلك، الحشيمه حق صالح. خلك ريال وقول ان اكلمك عليها وان هي مقصوبه على اللي قاعد تسويه. والله ما هقيتها يا ام صالح، عفا عليك بس. تخلين عن صالح وبهالسهوله؟ راشد اترك عنك النغزات. انا وبعيزان عن تربيه ولد اختي. لكن يكون في علمك لو ربى صالح مع عيالي ما راح اخليك تشوفه لو يوم واحد. لانك تنازلت عنه يوم هو محتاجك. انا ما احب اللي له وجهين. قدام الناس وجه ومن وراهم وجه ثاني. عط نفسك الراحه. خليك ريال وخليك صريح. انت قاعد تلف وتدور. قول اختي ياها نصيبها وريلها ما يبي الولد، وانا كلمتك عليها وعلى الولد. هذا الكلام الصحيح. بعدين لا انت ولا عشرة من اشكالك يشوهون سمعتي قدام صالح. ترى صالح هاي بيته ومكانه والعين له اوسع من المكان. لكن بسألكم انا انتوا الاثنين. صالح يدري اللي انتوا تخططون له؟ مبارك. قولي. اشوف انا مطشه وانت ساكت. هاوشني وطردني. هذا اللي تبي تسمعينه؟ يعني كالعاده بس عشان قلت له تبي حقك؟ امين انا تعبت. وانا بعد. تعبت خلاص تعبت 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 ومليت وغسلت يديني من هالورث. يعني شو اسوي؟ شنو بيدي وما سويته؟ انا بصراحه بس مليت من سالفة الورث، قررت أغير حياتي وأبدي بداية جديدة. عين العقل، أنا والله كنت أفكر بعد نفس التفكير، خلينا احنا نعيش حياتنا من جديد وجديد وننسى كل اللي طاف. أنا أبي أنام وأنا مرتاح، ما أبي أحلم بكوابيس، أبي أنام وأنا أرتاح. ما علي. ما علي يا زوجي العزيز، مجرد وقت. أبوك كله كم سنة ويموت. إيه بعد هذه سنة الحياة كلنا على هالطريق. ويقولون الولد هو يورث أبوه وهذا أنت ولده الوحيد، يعني أنت اللي بتورثه. يا ربي وأنا أقول أشم ريحة حلوة. أتصدق أول مرة أشم ريحة حلوة بفراش. يا حلوها أنبخرت لنا الفراش. نادرا ما تحبين أحد من الجيران. لا بصراحة المرة تنحب. يا حلوها كريمة والله. كريمة؟ علشان كذي حبيتيها؟ شنو قصدك؟ مبارك ترى انا طول اليوم واقفة على ريولي تعبانه ومهدود حيلي زين. لا تحرني. اقول لك شيء وما تزعلين؟ قول. انت دائما تقولين لي انت تهاوش على الفاضي. انا اقول الا سوالفك وفعايلك كله مسوي نفسك عنتر زمر والتهاوش وتروح وتناشب خلق الله. لا وعقب يطقونك. يعني انت كلش كلش احسن مني. ايه نسيتي نسيتي فريجنا الاولي. ايه نسيتي عند بيت ابوي ضربتي جيراننا. اسمع اقول لك لسانك هانك ان انت هانك وان صنت صانك. اسمع اقول لك انا تعبانه وبرقد. تبي ترقد وانت ساكت ولا تطلع ترقد بالصاله؟ لا بنام
وانضم بعد. شفيك عسى ما شر. ما فيني شيء يا بنت الحلال. شو ما فيك شيء؟ وين هيك يتكلم؟ صاير شيء؟ ما ترد علي الله يهديك. والله اللي كنا خايفين منه الظاهر بيستوي. ها يعني الموضوع يخص صالح. ايش صاير؟ صالح بتزوج. وصالح يدري؟ صالح ما يدري عن شيء ولا يدري عن السالفه. بس انا اللي ذابحني الحين، ليش طلعوه من المدرسه؟ بعد طلعوه من المدرسة؟ احنا بآخر السنة، أي مدرسة الحين بتستقبله؟ لا بنت الحلال، الحين سالفة المدرسة هذه بنحلها إن شاء الله، لكن ما أدري والله هالمسكين اللي درش بيصير فيه؟ الله يسامحها بس، هي تدري إن ولدها متعلق فيها، ليش تسوي فيه كذي؟ شوف الحق ينقال، أنا حسيت إن هي مغصوبة قصب، شورها مو في يدها، تدري؟ الشور في يد أخوها يعني قاصبها. الحين لا المشكلة هي ولا المشكلة أخوها، هالولد صالح هذا أنت لو شايفه اليوم يكسر الخاطر، حاس إن في شيء إحنا خاشينا عنه. يا رب إذا درى إيش بيصير فيه. الله المستعان، والله أنت الحلال ما بعرف شو أسوي، ما في أي شيء أسويه. الله كريم، إن شاء الله تفرج. آمين يا رب. ما أخذنا غير الألم ويا عراس، سخنا الماي وطار الديك. لا ما طار الا احترق، حتى تكسر له وقت. عندك حتى تكسر له وقت؟ كل شيء في هالبيت طايح في راسي. ترى انا ماخذ دواي على معده فاضيه، اذا انت متذكره كل شيء. الحين احط لك ريوق، بس بصراحه مو بوقت تتكسر. أنا مريض أبي أتعافى بسرعة. قلنا لها طبخي، قالت مريضة. قلنا لها كلي، قالت وين معلقت العريضة. إيه صج يبي معاك ملعقتي العريضة يم الأمثال، وقلي لي ثلاث بيضات، وأبي خبز حار ما بارد، ويبي له معاه حليب. حبي لا تنسين تقلين البيض بالدهن القطري. اي انا مريض وتعرضت لحادث، وين اهتمامكم فيني؟ يلا يمه شنو نسيتي تعطيني الفلوس المكسر؟ وي الله العن بيسروح هيا الحين. صالح انت ليش ما تروح المدرسه؟ ما ادري. صالح انت قلت تترك المدرسة؟ انت شو تقولين؟ المدرسة اهم شيء في حياتي. هاتش ماما وردة. يلا روحي المدرسة. يلا شكرا. لا تأخرين. عفوا ماما. صالح يما ايش فيك زعلان؟ عسى ما شر. ايش الحلو كذي مطنقر؟ معقوله امي ما تبيني اروح المدرسه وهي اللي تقول ان المدرسه اهم شيء في حياتك؟ ايش اللي تغير؟ ما تغير شيء يا يمه. وبعدين لا تحاتي، عمك حبيبك بردك المدرسه. اكيد خالتي؟ اي اكيد. وقول خالتي مهره ما قالت، ترى مستقبلك مهم بالنسبه لنا يا يمه، بترد المدرسه وكل شيء انت تبيه احنا راح نسوي لك اياه. اهم شيء أشوف ابتسامتك الحلوة هذه. يلا عاد. ما
شو اسوي؟ البركه بيدك ما خلى لنا شيء. مو صحيح، يدي ما لخص بالسالفه، ابوي ناطر المشاكل تنحل وهو قاعد، هذه مو بحاله، ابي التلفزيون عندي مسلسلات بشوفها. وانا بعد عندي مسلسلات ابي اتابعها. اي والله ما الومكم. الصراحه انا بعد انا ولات حق مسلسلاتي. العاد اضحك، ابكي شوي اوسع صدري. بس ما ادري شو اسوي. انتي تبين تلفزيون، انا ابي تلفزيون، وخالدي ابي تلفزيون، المهم من بيجيبه لنا؟ اي والله، مين يجيب لي من التلفزيون؟ طلبي من الجيران، يمكن عندهم واحد زياده. اي ان شاء الله بنت مبارك، مو هو قالوا ما الاقي عندهم، اقول لهم ولا يرحم والديكم، اعطوا لي تلفزيون. سكتي. اذا تمينا على هالحاله وايد بنتملل، تسليتنا الوحيده انحرمنا منها. زين ما ايش رايك نروح نشوف المسلسلات عندهم؟ يا حلوك والله، تخيلوا رايحين عند جيراننا نقول لهم نبي نشوف المسلسلات، اقول له تسكت ابرك. وانتي قومي لين اشتري تلفزيون سمعي راده. متى ان شاء الله؟ لحدت البقر على قومها؟ حسبي الله عليك من بنت. جايتك يا مبارك. جايتك. مبارك قوم روح جيب لنا تلفزيون. ايش تبين؟ تلفزيون؟ الحين قعدتني من النوم تقولي جيب لنا تلفزيون؟ قم زين. حسبي الله عليك من ريال. حسبي الله عليك. الحين تقعد تحت الفراش تاكل بروحك وانا اجيب حقك وحق عيالك؟ مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. هاي شوية مكسرات عطوني اياها المستشفى وقالوا لي كل يوم خذ منهم شوية علشان الفيتامينات. انا تعبان. انت مو مصدقتني. ابيك تقول لي وين هالمستشفى، وينه عشان اخذ عيالي الفقارة واحطهم فيه يمكن يعطونهم شوية فيتامينات هالمساكين. تعالي تعالي، وين رايحة بالمكسرات؟ المكسرات هذه مالتك، بروح اعطيها حق عيالي الفقارة. وانت صير ريال سن، فكر وروح شوف لنا تلفزيون يا زوجي العزيز يا ابو الفيتامينات. قلوا العيال يرقد. اقول راشد، ايش سويت على مدرسة صالح؟ كلمت احد؟ كلمت استاذ جاسم، ما قلت لك؟ قال لي ان شاء الله يعني خلال يومين بيشوف له مدرسة فاضية وبيدخل ان شاء الله قريب صوبنا هني. واللي يسلمك يا راشد، استعير في الموضوع، اتوقع ان دراسته بتطلع من الهم اللي هو فيه. وانت صادقة، عسى الله يقدرني إن شاء الله ودخل المدرسة وينشغل بدراسته وينسى اللي صار له. أنا أتوقع أنه ممكن ينسى كل شيء، بس أمه لا يمكن ينساها. والله يا مهرة تبين الصجعات، علاقتك أنت معه وعطفش عليه أكثر من علاقة أمه معه. الله يقدرني إن شاء الله وما أقصر وياه. اللهم امين، عسى الله يقدرنا ان شاء الله. وان شاء الله ما بنقصرين معاه. كل التعديلات اللي طلبتيها رح نعملها، في اي ملاحظه ثانيه؟ لا حبيبتي مشكوره، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، مع السلامه. مع السلامه. تقدر تسامحني؟ أعتقد أنك إذا عرفت الحقيقة مستحيل تسامحني، وأنا ما ألومك، بس صدقني حبك بتنفي قلبي لين آخر يوم في عمري.
أنا لازم أشوف لي شغلة. إي ما يصير تمشي قاعدة. الحياة غالية، عيالي عايشين بحرمان. حسبي الله عليك يا مبارك، لا يفكر فيني ولا يفكر في عياله. ايه لازم اشوف لي شغله. أقول أبي شيء ألصق الورق. ما الجرى؟ لا لا مو ما الجرى، ها بلصق هذا برا. أيوة نص ريال الحين. يجيب نص ريال يه خوش تلفزيون لا وشغال بعد. أقول إيش رأيك تبيع لي؟ أنا ما أعرف الهين أعطي نص ريال. شكلك ما تعرفني. اقرأ، أنا الحناية الأسطورة القادمة وبقوة. إذا أحد سألك عطى هالي ورقة زين، سوي لي دعاية ولي بعت واشتغلت لك مني نسبة أعطيك. مدام وين النص ريال؟ إن شاء الله. تبي نص ريال؟ انت على بالك انا ما اعطيك؟ حاضر ان شاء الله. خذهم من الارباح. ما نص ريال ما في مجال. راشد شوي شوي، ايش فيك طايس من عليك؟ والله يبا مستعجل، اليوم عندنا طلبات عرس وعزيمتين. الله يوفقك ان شاء الله وبحفظ الرحمن، دير بالك بالطريق ان شاء الله. صالح تبي شيء يبا؟ سلامتك يبا. يلا مع الله. مع السلامه، دير بالك. خالتي متى بتي ورده من المدرسه؟ نص ساعه ان شاء الله وتكون واصله. يوعان حط لك غدا. شنو طبخه خالتي؟ مجبوس هامور اللي انت طلبته بالضبط. لا بنطر ورده بتغدى وياها احسن. الو يا هلا عليكم. السلام. لا خيت النمره غلط. صالح يمه تبي تسبح؟ لا يمه بتسبح بالليل بالماي الحار. خلاص عيل فوطك الزرقاء اللي انت تعبها موجوده في الحمام. الو النمرة غلط. أسطورة؟ لا مو أسطورة، هذا بيت، هذا مو محل، ما عندنا أحد اسمه أسطورة ولا لنا علاقة بالأسطورة. غلط. أبوك رجع يمه؟ رجع؟ من وين رجع؟ قصدي يعني جاب الأثاث اللي في ريجكم القديم. أبوي ما عنده حظ المسكين. لوين أمك؟ أمي داخل الحين. هلا 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 أم الورد كله. هلا هلا حبيبتي. هلا 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 والله تمام نور البيت.
هلا والله، شلونك؟ شو اخبارك؟ بخير الله يحفظك. هلا يا نور عيني، هلا حياك حبيبتي. شلونكم؟ شو اخباركم؟ بخير بخير، عساك بخير. الا بسالك، ما اشوف الاثاث دش بيتكم. هوي سكتي سكتي يا ام الورد، سكتي. شو اقول لك؟ حسبي الله على ابليس. عين عين مصابتنا، عين ما صلت حنا بريلي. ريلي سوى حادث وتكسر، الثلاجه تكسرت، اغراضنا كلها تكسرت. تخيلي حتى التلفزيون تكسر. التلفزيون؟ اهم شيء التلفزيون. ها شوفت عينك، من عرفت التلفزيون تكسر وهي على الحالة تبكي وصاحب التلفزيون من وين أجيب لها؟ من وين؟ ما علي أم خلود، المهم إن أبوكم رجع لكم بالسلامة وكل شيء يتعوض. إيه خالتي، بس أنا وايد وايد ملانة. لا يسمعك أبوك يا يما، بعدين يتعب مسكين، حرام. الحكي هذا ما لازم نقوله، هذا قضاء الله وقدره، وكل شيء ينكسر يتعوض ويتصلح. خالتي كل شيء انكسر يتصلح؟ ما يتصلح، كسر كامل ما يتصلح. أمينة كلمي بنتك، ما يجوز كذي. أبوكم بعدين يسمع وتضايق أكثر، دفعت بلع تبروها. شو نسوي يا أخيتي؟ لا تلومينها يا أهل، 24 ساعة تتابع هالمسلسلات. يلا عن إذنكم أنا استأذن. تو الناس يا أختي، ما تقهويتي؟ الجايات إن شاء الله. الله حافظك. أطقك يا بنتي وسمعك يا جارتي، عاد إن شاء الله تحس. الحمد لله فرحتني بهالخبر، وكثر ما أنا فرحانة أقول جزاك الله خير، ما قصرت. لو الحين صالح يدري إن هو تسجل بالمدرسة وبيداوم بيطير من الفرحة حبيبي. عسى الله يفرح الدوم إن شاء الله. آمين. ما رأي عيبة إذا صالح إحنا ما وقفنا وياه؟ من يوقف معاه؟ ما له إلا الله سبحانه وتعالى ثم إحنا. وأنت صادق. الحمد لله رب العالمين. تعال، ما قلتي لي اخبار جيران السعد عندك؟ ما قلت لك مسكين زوجها سوى حادث بالطريق وطاح كل شيء منه. بعد حادث؟ اي اغراضهم تكسرت، كل الاغراض اللي جابها من البيت القديم خلاص انتلفت، تقول عين وصادتهم. يا يبا اي عين تصيدهم ذيلا؟ اذكر يا الله سيحي. لا اله الا الله محمد رسول الله. عاد بصراحه اقول لك يعني ان البنت اكسرت خاطري، يعني تبكي على اغراضهم اللي راحت منهم. زين من الاخر يعني شنو تبين انت يعني؟ شنو المخطط اللي عندك؟ وي الله يهداك يا راشد، لا مخطط ولا شيء، بس يعني اقول ايش رايك لو نساعدهم بكم غرض؟ يعني ثلاجه، تلفزيون، هاش قلت؟ بعد تلفزيون، ثلاجه، ما شلنا اغراض البيت ودينها هناك بعد عندهم. الله يهداك، بس اعتبرها بميزان حسناتك. ايش قلت؟ اذا خلاص بطلع شوي وباكر والعقب باكر نشوف. لا تعال، وين رايح؟ الحين حارب حارب، دام انك وافقت خلاص نطلع الحين ونجيب لهم الاغراض. يعني انت مخططه وخالصه حتى من غير ما تقولي لي؟ يلا 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 امشي امشي يلا. هلا مريوم، ما كنت تدورين حق حنايا؟ هلا شلونك؟ هلا مرتا، هلا حبيبتي، هلا والله طيبه. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. وين بنيتك خلود؟ خير. ايش فيها خلود؟ ما في العافيه، بس ناديهم خلي يشوفون انا شيبت لهم. من هالألم
عيشه.